إسرائيل تستعد بشكل سري للغاية من أجل ضرب إيران بطائراتها الحربية. التفاصيل جاءت من قبل مصدر غربي تحدث بشكل حصري لموقع إيلاف في 24 ساعة الماضية. وأوساط إسرائيلية مهمة تناقلت هذا التقرير الخطير جدا مثل إسرائيل هيوم وكذلك التايمز أوف إسرائيل. والتفاصيل القادمة من هذا التقرير تحدثت بأن إسرائيل تقوم بتدريبات ومناورات سرية وغير معلنة بطائراتها الحربية وكذلك بطائراتها المسيرة، وذلك من أجل توجيه ضربات على عدة مواقع حساسة في الداخل الإيراني. ومن ضمن المواقع التي تتدرب إسرائيل على استهدافها هي المفاعلات النووية الإيرانية. وهذا يأتي من أجل أن تستعد إسرائيل وأن تحضر نفسها لردة فعل واسعة على إيران في حالة أن إيران أقدمت على ضربات مباشرة على العمق الإسرائيلي وعلى الأراضي الإسرائيلية انتقاما لما فعلته إسرائيل بداية هذا الشهر من ضربة على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وبالتالي إسرائيل تستعد بشكل كبير لمثل هذا السيناريو، وعادة مثل هذه السيناريوهات والسيناريوهات أن تحلق الطائرات الإسرائيلية مباشرة إلى العمق الإيراني. تتم هذه التدريبات والمناورات في البحر المتوسط، وذلك بسبب المسافة التي تتطلب من إسرائيل أو على إسرائيل أن تحلق بها، بأن إسرائيل بحاجة إلى 1000 كيلومتر تقريبا لكي تصل إلى العمق الإيراني، وبالتالي هي بحاجة لأكثر من 1000 كيلومتر للدخول إلى الأراضي الإيرانية وأكثر من 1000 كيلومتر للعودة أيضا إلى الأراضي الإسرائيلية. وبالتالي مثل هذه التدريبات تتم عادة من قبل إسرائيل في البحر المتوسط. وواحدة من أهم المؤشرات بأن هذا التقرير وهذه معلومات دقيقة ودقيقة للغاية هو من خلال عمليات التشويش الكبيرة التي تم تنفيذها على البحر المتوسط. بحسب الجي بي اس جامينج، إذا ما ذهبنا إلى الأول من أبريل ستلاحظ أن عملية التشويش في البحر المتوسط تأتي بهذا الشكل باللون الأحمر، هي عمليات التشويش العالية، أي أن التشويش العسكري هنا عالي المستوى، اللون الأصفر هو متوسط المستوى. وبالتالي هذا التاريخ هو نفس التاريخ الذي ضربت فيه إسرائيل طبعا القنصلية الإيرانية. لاحظ حتى يوم أمس بمجرد بثماني أيام تقريبا لاحظ التشويش باللون الأحمر كيف أصبح يغطي قبرص والبحر المتوسط بأكمله. وهذا يوضح بأن إسرائيل تريد أن تخفي شيئا ما في هذه المنطقة، هي تريد القيام وتقوم بعمليات تدريبية ومناورات واضحة جدا من أجل تحقيق مثل هذه الضربات على العمق الإيراني ومن ثم العودة إلى الأراضي الإسرائيلية. ويجب أن ننتبه أيضا أن يوم أمس إسرائيل أيضا أعلنت بأنها بدأت بمناورات عسكرية كبرى في إسرائيل، وبأن هذه التدريبات أساسا شاركت فيها القيادة الجوية، واليوم انتهت هذه المناورات. وكذلك في اليومين الماضيين يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد أكد بأن إسرائيل أصبحت مستعدة لجميع السيناريوهات القادمة من إيران إذا ما ضربت إسرائيل أو ضربت نقاطا لإسرائيل أو أهدافا إسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، وبأن إسرائيل أصبحت حاضرة تماما للرد على أي استهداف في واضح جدا. وهذا الأمر يوضح أن إسرائيل مستعدة تماما لتنفيذ مثل هذا العمل الذي تحدث عنه موقع إيلاف، وطبعا نقلته عددا من الأوساط الإسرائيلية. كذلك أن إيران ميدانيا تتحرك بشكل مستمر. يوم أمس إيران أوبزيرفر كانت قد كشفت بأن منظومات دفاعية مهمة قصيرة المدى إيرانية، وهي منظومات زوبين الإيرانية، انتشرت حول العاصمة الإيرانية طهران من أجل حمايتها. وهذه المنظومات كما تحدثنا هي قصيرة المدى، تستطيع من الكشف عن 100 هدف موجودة حول هذه المنظومة أو حول المنطقة التي تحميها، وهي قادرة أيضا على الاشتباك مع 8 أهداف في آن واحد. وهذه الأنباء أيضا تأتي مع أن إيران أساسا أعلنت نو فلاي زون، منطقة حظر للطيران وسط إيران هنا باللون الأصفر. ولاحظ هنا باللون الأصفر ما الذي ذكر هنا باللون الأصفر في هذه المنطقة، سيكون هنالك إطلاقا للصواريخ في هذه المنطقة. وعادة عندما تقوم إيران بمثل هذا الإعلان، هذا يعني ببساطة بأن هنالك تدريبات ومناورات بالصواريخ الإيرانية، وإطلاق الصواريخ سيكون يوم غد من قبل الجانب الإيراني في 10 من أبريل وكذلك في 12 من أبريل. رغم أن هذا الأمر يبدو وكأنه تدريب أو مناورة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحلق بشكل مكثف هنا في الخليج العربي. ظهرت طائرات الكي سي 135 شارو تانكر، وهي طائرات
تزويد الوقود الأمريكية المعروفة وهي تحلق في الخليج العربي بهذا الشكل كما تلاحظون لساعات طويلة، وهذا يوضح أن هنالك العديد من طائرات التجسس الأمريكية منتشرة في هذه المنطقة تحاول معرفة ما الذي تخطط له إيران في ظل عمليات تشويش عالية من قبل الجانب الإيراني، تشويش عسكري عالي في جنوبي وفي وسطي وفي شمالي وشمالي غرب إيران. وبالتالي هنا نلاحظ بأننا أمام منظومات دفاعية حول العاصمة الإيرانية طهران. لاحظنا في اليومين الماضيين كانت هنالك أنباء واضحة من الإيران سبكتيتر وإيران أوبزيرفر أيضا بأن منظومات خرداد ثلاثة الإيرانية متوسطة المدى انتشرت أيضا في العمق الإيراني، وكذلك أن هنالك عمليات تشويش كما تحدثنا الآن، وأيضا منطقة النوفلاي زون منطقة حظر للطيران من أجل إطلاق صواريخ إيرانية في هذه المنطقة على مدار اليومين والثلاثة أيام القادمة. بالتالي التحركات الإيرانية توضح أن إيران تعد لشيء ما، تعد لضربة معينة. ولكن CNN الأمريكية بشكل مثير أيضا في 24 ساعة الماضية نشرت تقديرات أمريكية استخبارية جديدة حول طبيعة الانتقام الذي تخطط له إيران. وجدت هذه المعلومات كما تحدثت بأن إيران لن تستهدف العمق الإسرائيلي والأراضي الإسرائيلية بشكل مباشر، وذلك لأنها لا تريد أن تعطي مبررا لإسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم وأن يكون هنالك مبرر كافي لهذه الدول الولايات المتحدة تحديدا وإسرائيل أن توجه ضربات في العمق الإيراني. لا تريد تغيير قواعد الاشتباك نهائيا، وذلك لأنها أيضا تعي مسألة مهمة أنها انضربت إسرائيل وكانوا هنالك قتلى من الجنود أو من المدنيين الإسرائيليين، فأغلبهم هم متعددي الجنسية، أي أن هنالك من يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو غيرها من الدول ممكن أن تأخذ على عاتقها بأن هنالك مواطنين أمريكيين أو أوروبيين قد قتلوا بسبب هذه الضربات، بالتالي ممكن أن يتشكل تحالفا ضد إيران بسبب ضربات مباشرة. هنالك تكلفة كبيرة، والتكلفة الأكبر التي تراقبها أو تحذر منها إيران هي مسألة ضرب المفاعلات النووية التي صرفت عليها مليارات الدولارات السنوات طوال. العديد من الخبراء والعلماء عملوا على هذه المفاعلات، ممكن أن تنتهي بساعة واحدة في حالة استهدفت العمق الإسرائيلي بهذا الشكل طبعا الذي تحدثت عنه CNN. بدلا من ذلك CNN ذكرت ببساطة بأن إيران الآن أعطت الأوامر لفصائلها المسلحة في المنطقة بأن تقوم هي بضرب العمق الإسرائيلي للانتقام لإيران. واحدة من أهم الأدلة التي لاحظناها الآن في 24 ساعة الماضية أو اليوم تحديدا هو ما نشر من بيانات من المقاومة الإسلامية في العراق. كما تلاحظون اليوم نشروا هذا البيان وهذا البيان، ويقولون بأنهم استهدفوا عددا من النقاط في العمق الإسرائيلي، ونشروا هذا المقطع المصور لإحدى صواريخهم الذين والتي أكدوا طبعا من خلالها بأنهم في 72 ساعة الماضية أطلقوا العديد من الهجمات على المناطق المذكورة في هذه البيانات. وهذا الصاروخ طبعا، ويعني مع إطلاق هذا الصاروخ وهذه الأنباء يوم أمس كان هنالك وكانت هنالك صافرات انذار دوت ميناء إيلات الإسرائيلي بهذا الشكل، وكانت هنالك لقطات للتصدي لهذا الجسم أو كما يعتقد أنه طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية ودخلت إلى ميناء إيلات، وبأن منظومة أو فرقاطة ساعر 6 الإسرائيلية استخدمت القبة الحديدية التي تم تنصيبها في هذه الفرقاطة للمرة الأولى على الإطلاق لاستهداف هذا الجسد الذي تلاحظونه أو الجسم المجهول. وتحدث أفيخاي أدرعي وهو المتحدث طبعا باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي قال بأن الهدف الجوي المشبوه اتجه من جهة الشرق وخرق الحدود إلى أراضي البلاد. المقصد هنا بالشرق والتركيز على الشرق يشير هنا بأن الهجوم كان قادما من العراق، وهذا يوضح تماما البيانات الصادرة من المقاومة الإسلامية في العراق بأن هذه البيانات تبدو بأنها دقيقة ودقيقة للغاية، وبأنها دائما هذه الهجمات والصواريخ ما تصل إلى إيلات وإلى العمق الإسرائيلي، لكن بعضها قد يسقط في الطريق أو تسقطه إسرائيل في الأراضي السورية إذا ما اتجه باتجاه سوريا. وهذا الصاروخ إذا ما ركزنا عليه واقتربنا منه سنلاحظ بأنه متطابق تماما مع صاروخ
الأرقب الذي أعلنت عنه الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران في شهر يناير. في 7 يناير قالوا بأنهم يمتلكون الآن صاروخ الأرقب، وهو صاروخ كروز مطور. وهذا الصاروخ لو لاحظنا ودققنا بهذا الصاروخ سنلاحظ بأنه متطابق تماما مع صواريخ وتستخدمها جماعة الحوثي في اليمن، وهو صاروخ قدس واحد. تلاحظ نفس التصميم نفس الشكل تماما. ما هو معروف عن صاروخ القدس الذي نتحدث عنه هنا بأنه يصل مداه إلى 1000 كيلومتر، بالتالي مثل هذا الصاروخ الأرقب يعني بأنه أيضا مرشح تماما أن يمتلك نفس المواصفات ونفس الخاصية، لأنه متطابق تماما مع صاروخ قدس، وبالتالي 1000 كيلومتر كافية بالنسبة لهذه الفصائل أن أطلقت هذا الصاروخ من الأراضي العراقية أو من الأراضي السورية لإحداث الضرر المطلوب على العمق الإسرائيلي. وهذا الصاروخ القدس الذي نتحدث عنه متطابق أيضا نوعا ما مع صاروخ في إيران، وهو صاروخ سومار، وهو صاروخ كروز أيضا تم الإعلان عنه في عام 2015. بالتالي يبدو أن التصميم وتكنولوجيا الصواريخ الإيرانية تتوسع وتتوسع بشكل مستمر وتتطور، وتوضع عليها بعض التعديلات عندما تدخل إلى كل منطقة من أجل أن تكون هنالك اختلافات في الاسم، وكذلك تعديلات على طبيعة التصميم أو التصميمات أو التصاميم الخاصة بهذه الصواريخ. ويجب الانتباه في نفس الوقت أيضا أن هنالك حراكا دبلوماسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب موقع أكسيوس، الولايات المتحدة وضعت عرضا على الطاولة من أجل هدنة ستمتد لأسابيع في قطاع غزة، ممكن أن تلعب دورا في التخفيف من كل هذه الأحداث التي نتحدث عنها اليوم. الحديث هنا بالنسبة لأكسيوس أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت أن تكون هذه الهدنة مع قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وأن يكون هنالك من ضمن هذا الاتفاق إطلاق سراح 40 من الأسرى الإسرائيليين الموجودين تحت سيطرة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مقابل 700 من الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون إسرائيل أيضا. ممكن أن يكونوا هم البديل، وأن يكون هنالك تبادلا، 100 من هؤلاء 700 هم من المحكومين عليهم بالمؤبد من قبل إسرائيل. كذلك على إسرائيل أيضا أن تعمل ببساطة على إعادة ما لا يقل عن 40,000 من المواطنين النازحين الفلسطينيين من شمال غزة، من مدينة غزة. يجب أن إسرائيل أن تعمل على إعادتهم إلى شمال غزة دون أي تدقيق ودون أي فحص ودون أي قيود، من أجل أن تتحقق هذه الهدنة. ويبدو أن الأنباء تتحدث أن هنالك نوع من التقدم بطبيعة هذا الاتفاق، ولكن السؤال طبعا بعد 6 أسابيع، ما الذي ممكن أن يتطور بعد هذه الأسابيع؟ وهل ستوافق حركة حماس على مثل هذا الاتفاق؟ وهل ستوافق أيضا إسرائيل من جهة أخرى على مثل هذا الاتفاق؟